بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ في المحاضرة الثامنة، والمحاضرة الثامنة بتبدأ بقى نتكلم على موضوع تاني شوية اللي هو الفيديو أناليسيس. يبقى حاليا احنا دلوقتي كل اللي احنا كنا قاعدين بنتعامل معاه لغاية دلوقتي هو ان احنا كنا قاعدين بنعمل عمليات معينة على صورة، صح؟ يعني مثلا احنا كنا بنعمل ديتكشن للإدج، احنا عملنا ديتكشن للكورنر، عملنا ديتكشن للإنترست بوينت، عملنا ديتكشن لللاينز والشيبز والسيركلز والاربيتري شيبز اللي هي اي شكل عموما، وخدنا حاجة اسمها السيفت اللي هي كانت فيتشر ديسكريبتور. يبقى احنا كل الكلام دوت احنا كنا بنتكلم على صورة عادية، او انا بعمل مثلا ديتكشن في الصورة دي او كده. دلوقتي انا بدأت اتعامل مع فيديو. يعني ايه بدأت اتعامل مع فيديو؟ يعني بكل بساطة بقى عندنا حاجة جديدة ظهرت، ان انا بقى عندي سيكونس من الصور. يبقى انا بقى مثلا عندي كان مثلا الدالة كانت اف في الاكس والواي، ده كان في الطبيعي. دلوقتي انا بقى عندي اف في الاكس والواي والتي اللي هي ايه، تي اللي هي التايم. يبقى احنا دلوقتي بدأنا نتعامل مع ايه؟ بدأنا نتعامل مع فيديو. طيب واحنا عايزين نعمل عليه اناليسز، انا عايز اعمل اناليسز بقى على الفيديو ده هوت، بحيث ان انا اعرف الحركة بتاعة الاوبجكتس اللي فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا خلينا ناخد مثال، فنوقف ثانية. شوف معايا كده هنا الشكل اللي احنا شايفينه ده هوت، ده ايه؟ ده عبارة عن فيديو، تمام؟ في مجموعة اوبجكتس بتتحرك. شايفين الخطوط الخضراء ده هي دي بتقول لي ايه؟ دي بتقول لي اللي هو مقدار الديسبليسمنت، او مقدار التغير اللي حصل للصورة ده هي من اول فريم ليها لتاني فريم ليها لتالت فريم ليها وهكذا، اللي هي اتحركت مثلا في الاتجاه ده هوت. يبقى احنا في الاوبتيكال فلو احنا بنعمل نفس الكلام، بيبقى عندي مجموعة صور ورا بعض اللي هي فيديو يعني، وببدأ ان انا اشوف حركة الاوبجكتس اللي فيها بتبقى مثلا في اي اتجاه، بتبقى رايحة زي ده مثلا رايح شمال، او ده رايح خط مستقيم، او ده جاي كده باتجاهنا احنا. يبقى قصدي ايه؟ ببدأ ان انا احلل الحركة اللي موجودة في الفيديو ده، تمام؟ ابدأ اشوف بقى الاوبجكتس، ابدأ اشوف تغير الايدجز اللي موجودة، الكلام ده هو ده كله. طيب قال لك يبقى الاوبتيكال فلو اصلا بيكون سببه ايه؟ بيكون سببه ان حصل فيه حركه ما، يبقى فيه موشن، يبقى حصل فيه حركه ما بين اوبزرفر. الاوبزرفر دوت ممكن تكون عينك، اللي انت عينك دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ده، يبقى حصل حركه ما بين عينك والفيديو اللي هو بيتحرك، او ان الصور ده هي بدات تتحرك. ما عادتش بس مجرد فريم واحد، ده انا بقى عندي اكتر من فريم، يبقى ايه؟ بقى فيديو، تمام؟ يبقى هو موشن ما بين الاوبزرفر اللي هو ممكن تكون عينك، ممكن تكون الكاميرا اللي انت ماسكها وبتصور، وما بين السين. يبقى ده هو السين مثلا في شارع ولا حاجه، هو بيتحرك يعني. طبعا هو اكيد مش ثابت، هو اكيد في حركه فيه، فانت عينك تبدا اللي انت تشوف الحركه دهيت، وتبدا تحدد يبقى العربيات اللي هناك دي رايحه كده، والعربيات دي رايحه كده، والعربيات اللي دهيت رايحه شمال. يبقى انت عايز برضو تخلي الكمبيوتر فيجن يعمل نفس القصه اللي عينيك بتعملها بشكل اصلا طبيعي، ماشي؟ طيب قال لك الاوبتيكال فلو طبعا بتستخدم في حاجات كتير، واللي هو الروبوتست اللي هو الناس المتخصصه في صناعه الروبوتات وكده سموه اللي هو الاوبتيكال فلو. والاوبتيكال فلو طبعا اللي هو مثلا الناس طبعا اللي بتعمل روبوتات وكده. الاوبتيكال فلو طبعا بيستخدم بقى في حاجات كتير جدا، يعني مثلا ممكن يستخدم في حاجه زي النافيجيشن، والنافيجيشن بتاعت الروبوت تبقى نفس الفكره. برضو الموشن ديتكشن اللي انت بتلاحظ حركه اوبجكت معين، اوبجكت سيجمنتيشن اللي انت ممكن تعمل سيجمنتيشن للاوبجكت من الباك جراوند وبتبدا اللي انت تتابعه هو بس. تايم تو كونتاكت انفورميشن، يعني انت بتشوف مثلا نفترض ان انت في عربيه ولا حاجه، وفي سنسور ولا حاجه وبيشوف العربيه اللي جايه دهيت، يعني انت في عربيه جايه قصادك، فبيبقى في كمبيوتر فيجن سيستم بيعمل ايه؟ بيبدا يشوف العربيه دهيت ممكن تخبطك امتى، عشان طبعا ساعتها مثلا ممكن تعمل ايه؟ تفادي ليها او كده. يبقى تايم تو كونتاكت انفورميشن اللي هو الوقت اللي ممكن يحصل فيه خبطه، او يحصل فيه تلاقي عموما، ماشي؟ وبعض الحاجات التانيه زي الاضاءه والموشن انكودنج زي ما احنا هنشوف كمان شويه. فهي طبعا ليها استخدامات كتير جدا، لو حد حابب اللي هو يعمل سيرش في الاستخدامات دهيت هيلاقي اللي هي كتير، وفي حاجات زياده كتير عليها يعني، تمام؟ طيب وده طبعا برضو كان مثلا مثال عليها. يعني شوف الاسهم دهيت، الاسهم دهيت بتقول ايه؟ دي بتقول اتجاه حركة ايد الراجل ده. يبقى شوف كده ثانية، بص شوف كده اتجاه حركة الراجل دهوت في اللحظة دهيت كانت لليمين، وبعدين بقت للشمال. يبقى الاسهم دهيت هي الايه؟ الاوبتيكال فلو. يبقى الاسهم دهيت الايه؟ الاوبتيكال فلو اللي احنا ممكن نتابعه. نفس الفكرة برضو لو عربية مثلا بالشكل ده، يبقى هو بيشوف الطريق بيتحرك ازاي وفي اي اتجاه والحاجات اللي جنبه وهكذا، ماشي؟ طيب
الابلكيشنز اللي بقى زي ما اتفقنا الموشن بيزد سيجمنتيشن، اللي هو لو في عندي اوبجكت معين فانا بركز على الاوبجكت ده وبشوف حركته. ممكن اعمل ستراكشر من الموشن دوت، يعني ممكن اعمل حاجه زي 3 دي شيب او غيرها. تالت حاجه اللي هي كام كوردر فيديو ستابلايزيشن، ودي فكرتها ايه؟ فكرتها مثلا لو انت قدامك دلوقتي مشهد فيه حركه كتير وانت دلوقتي ماسك جهاز وبتصور بيه، فهو عايز يظبط اللي هو السرعه اللي هو بيلقط بيها الفيديو مع حركه الايه الاوبجكتس اللي قدامك عشان الفيديو يطلع فعلا مظبوط. حاجه اسمها كمان يو اي في فيديو اناليسيس، ده هي اليو اي في اللي هي لو حد بيلعب كول اوف ديوتي او غيره، يعني بيعمل حاجه اسمها يو اي في اللي هو انت بتشوف الايه الحاجه كده او بتعرف اماكن الاوبجكتس دهيت فين. طبعا اليو اي في برده مثلا بتستخدم في حاجات الاناليتكس وغيرها، او اللي هو الاستطلاع او طائرات الاستطلاع عموما، وبتعرف مثلا الاوبجكتس من خلالها بتعرف اماكن تواجد نقاط معينه وغيرها. ماشي، يبقى ده كله برده ممكن يكون تطبيق على الايه الاوبتيكال فلو. حاجه كمان اللي هي الفيديو كومبريشن. فيديو كومبريشن طبعا اللي انت بتحاول ان انت تقلل من حجم الفيديو، علشان مثلا لو انت حابب تبعته او حابب تخزنه او حابب اي حاجه تقدر ان انت ايه تعمل كومبريس للفيديو، زي ما احنا اصلا هنشوف كمان شويه تطبيقات اصلا، او هنتكلم شويه بالتفصيل عن موضوع الفيديو كومبريشن ونعرف ازاي اصلا الكومبريشن ده هو بيحصل. طبعا دي كانت شويه امثله موجوده في السلايد، لو حد حابب اللي هو يبص عليها يبص عليها، ولكن انا بس حبيت ان احنا بدل ما احنا نتفرج على صور نتفرج فعلا احسن على ايه على مجموعه فيديوهات، عشان احنا هنا طبعا بنتكلم على فيديو اناليسيس طبيعي يعني. طيب دلوقتي احنا عايزين نحسب الاوبتيكال فلو. مبدئيا نبقى الاوبتيكال فلو احنا نعتبره ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن فيكتور، عباره عن متجه، عباره عن مجموعه قيم. مجموعه قيم دهيت بتقول لي مقدار الديسبيسمنت اللي حصل للاوبجكتس. يعني ايه الكلام ده؟ هو تعالى نرجع للصوره بتاعتنا، انا عايز اعرف مقدار الديسبيسمنت، يعني مقدار الحركه اللي حصل للاوبجكت ده هو من اول لما كان هنا لغايه لما وصل في مكانه الحالي. تمام، طيب هعملها ايه؟ هخزن، او هعملها ازاي؟ هخزن القيم دهيت في فيكتور. فهو قال لك واحد اسمه او اتنين اسمهم هورن اند تشانك، قال لك ان هو احنا ممكن نحسب الاوبتيكال فلو بطريقه ذكيه شويه. فقلت له اتفضل، انت حابب تقول ايه؟ قال لي مش احنا اتفقنا ان احنا هنحسب اللي هو نحسب المعادله الجديده بتاعتنا هتبقى اف في الاكس والواي والتي، التي دي طبعا الايه اللي هو التايم اللي هو الوقت. فقال لك ان هو احنا دلوقتي عايزين نحسب القيمه دهيت مع القيمه لو زودنا عليها ايه لو زودنا عليها معدل تغير، يعني ان هي مثلا القيمه دي كانت في الاول هنا، مثلا ركز مع العربيه دي، القيمه دي كانت في الاول هنا، انا عايز احسب مقدار التغير لما هي وصلت هنا. تمام، طيب وبالتالي انا هزود على الاكس دي اكس اللي هو مقدار التغير بالنسبه للاكس، الواي هزود عليها دي واي اللي هو مقدار التغير بالنسبه للواي، التي هزود عليها دي تي اللي هو مقدار التغير بالنسبه للتي. تمام، حلو جدا. وبعدين هستخدم حاجه اسمها تايلور سيريز، وتايلور سيريز دي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده. تايلور سيريز فكرتها اللي انت بتمثل اي فانكشن في العالم، بتمثل اي داله عن طريق معرفه الديريفيتيفز بتوعها، اللي هو عن طريق معرفه او عن طريق اللي انت بتجيب مشتقاتها. يبقى انت بتجيب الاول الداله زائد مشتقاتها، يبقى انت تايلور سيريز تاني انت بتعرف الداله عن طريق الداله ومشتقاتها، فاهي الداله بتساوي الداله ومشتقاتها اهي. حلو، طيب طبعا ده هيروح مع ده خلاص، يعني نشيلهم مع بعض عشان انت اصلا لو وديته الناحيه الثانيه هيروح بالسالب، ويبقى الاثنين راحوا مع بعض، يبقى القيمه دهيت هي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. تمام، طيب القيمه دهيت دي عباره عن ايه؟ اف اكس دي اكس، يبقى هنا بحسب مقدار التغير بالنسبه للاكس. اف واي دي واي، بحسب مقدار التغير بالنسبه للواي. اف تي دي تي، بحسب مقدار التغير بالنسبه للايه؟ للتي. تمام، قال لك بقى اعمل ايه؟ قال لك دلوقتي اقسم كله على دي تي. هقول لك ليه دلوقتي هنقسم على دي تي، يبقى اقسم دهوت على دي تي، واقسم دهوت على دي تي، واقسم دهوت على ايه؟ على دي تي. يبقى طبعا دي تي هيروح مع الدي تي، وده هيبقى دي واي على دي تي، وده دي اكس على دي تي. هو يعني ايه اصلا دي اكس باي دي تي؟ يعني ايه القيمه دي؟ القيمه دهيت معناها بقت ايه؟ بقى لما انا قسمتها على دي تي بقت معناها ايه؟ بقول ان هي معدل تغير الاكس بالنسبه للتايم للتي. يبقى معدل التغير بتاع الاكس بس؟ لا، معدل التغير بتاع اكس بالنسبه لمين؟ للتايم اللي هي التي. هنا معدل التغير لواي بالنسبه لمين؟ للتي، يبقى بالنسبه برضو للتايم. يبقى تاني، يبقى معدل تغير محور اكس بالنسبه للايه؟ للتايم اللي هو الوقت، اللي هو وقت اللي الفريم عدت فيه، وقت اول فريم، تاني فريم، تالت فريم. يبقى انا بشوف معدل تغير الاكس بالنسبه للفريمات، او بالنسبه للتايم بقى، معدل تغير المحور الواي بالنسبه للايه؟ للتايم برضه، يبقى نفس الفكره.
هنشيل ده بقى، هنشيل القيمة دهيت اللي هي دي اكس باي دي تي، هنشيلها ونحط مكانها يو، تمام؟ وده عبارة عن فيكتور. يبقى لو حد كان فاكر اصلا ان احنا بنتكلم ان الاوبتيكال فلو ده هو ده كان عبارة عن ايه، ده كان عبارة عن فيكتور بيشوف مقدار الديسبليسمنت اللي حصل للاوبجكت with respect للايه، للتايم، يعني بعد الرجوع للتايم، او يعني بعد ما التايم اتحرك مثلا، او بعد ما التايم اتغير، صح؟ طيب حلو جدا. لاحظ بقى دلوقتي اللي احنا طلعنا بيه دلوقتي بعد ما احنا حولناها لتيرلر سيريز، وبعدين طبعا شلنا ودينا دهيت الناحيه الثانيه. قال لك ان هو ايه، عندي اف اكس دي اكس باي دي تي، اللي بقى مقدار تغير الاكس بالنسبه للتايم، مقدار تغير الواي بالنسبه للتي. هنشيل بقى الدي اكس باي دي تي دهيت ونحط مكانها يو، تمام؟ اللي بقى مجرد مسمى فيكتور يو. هنشيل دي واي باي دي تي وهنحط مكانها في، تمام؟ وطبعا دي هتنزل زي ما هي اللي هي اف تي. يبقى دلوقتي احنا وصلنا للمعادله بتاعت الاوبتيكال فلو ايكويجن، اللي هي بتقول ايه، اللي هي احنا زي ما احنا اتفقنا في الاول خالص قبل ما ابدا، انا قلت لك اللي انا عايز احسب، او الاوبتيكال فلو ده هو عباره عن ايه، فيكتور بيحسب مقدار الديسبليسمنت اللي حصل للاوبجكت. يبقى هل احنا فعلا في الايكويجن ده هي طلعنا الموضوع ده هوت؟ اه طلعناه. ليه؟ زي ما احنا اتفقنا، بنشوف الديسبليسمنت اللي حصل للاكس بالنسبه للتي، بنشوف الديسبليسمنت اللي حصل للواي بالنسبه للتي، وبعدين بنساوي كله بالايه، بالصفر. قال لك ما تيجي نمثل المعادله دهيت في الكوردينتس. الكوردينتس دهيت هتبقى اللي هي كوردينت لليو والفي، ماشي؟ وقال لك ان خلي بالك ان الايكويشن دهيت دي اصلا الايكويشن بتاعت الستريت لاين، اللي هي بتاعت الخط المستقيم. فهو قال لك احنا لو هنعمل دلوقتي حاجه، هنرسم خط، تمام؟ انا عندي دلوقتي مشكله كبيره، ده اعتبره خط يعني، خلينا لا عايز حاجه نظيفه، معلش. ماشي، لاين مثلا اهو، ده خط. دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك اللي هو عايز اللي هو احنا عايزين نطلع الاوبتيكال فلو، صح؟ اللي هو اليو والفي. ولكن في مشكله. الايه المشكله؟ انا عندي هنا معادله بمجهولين اهو، ده مجهول وده مجهول. طب احنا كده هنعمل ايه؟ قال لك بص، احنا هنفترض نقطه هنا، هنفترض يعني مجرد افتراض، هنفترض نقطه هنا وهنفضل نعمل لها اوبتمايزيشن، بحيث ايه اللي احنا نعمل اوبتمايزيشن دهوت، نقدر ان احنا نوصل فعلا للاوبتيكال فلو اللي هو اللي موجود فعلا في الصوره. يعني الفكره في حاجه، اللي احنا دلوقتي احنا ما نقدرش نطلع الاوبتيكال فلو من هنا. ليه؟ اصل انا عندي اتنين مجهولين، اللي هو اليو والفي. وبالتالي هنعمل ايه؟ زي ما احنا اتفقنا، هنرسم اللي هي الكوردينتس اليو والفي كوردينتس، وهنرسم خط ما بين النقطتين، وهنقول هنفترض نقطه، ده مجرد افتراض، هنفترض نقطه ان انا عندي نقطه هنا، وهبدا اعمل اوبتمايزيشن، يعني هبدا احاول اوصل للايه، الحل الافضل، تمام؟ يبقى دي كانت طريقه مين، هورن وشانج. هورن وشانج قالوا لك ان احنا فعلا لازم نتعامل مع الموضوع ده هوت على انه ايه، على انه اوبتمايزيشن بروبلم. يبقى هي مشكله اوبتمايزيشن، او هي مساله اوبتمايزيشن، انا مش هقدر ان انا احلها حل رياضي عادي، لا انا لازم اعمل لها مثلا افترض نقطه في الاول، وبقى ابدا كل شويه احاول ان انا اعمل ايه، اوبتمايزيشن. وقالوا لك برضو ان احنا هنعمل خط كده اسمه النورمال فلو دهوت، هيبقى خط عمودي، يعني هيبقى عمودي على الايه، الخط اللي احنا كنا رسمناه في الاول، وهنسميه دي، هنسميه النورمال فلو. ده هيساعدني برضو في الحسابات. والخط اللي انت افترضته، تمام، اسمه ايه، اسمه البارلل فلو، تمام؟ اللي يبقى الايه، البارلل فلو دهوت، ده الخط ما بين النقطة اللي انت افترضتها للاوبتيكال فلو. انت ما تعرفش ايه هو الاوبتيكال فلو، خلي بالك، انت مجرد افترضت ان هنا هو ده الاوبتيكال فلو، ولكن هل انت عارف؟ لا انت مش عارف، حرفيا انت مش عارف، انت بس بتفترض، وبعدين بتقعد تعمل اوبتمايزيشن لغايه لما توصل للحل الافضل، ماشي؟ طيب، فاحنا زي ما احنا اتفقنا ان هورن وشانك قالوا لك ايه؟ قالوا لك والله ان المساله ديت هي لازم تتحل بيه اوبتمايزيشن بروبلم، تمام؟ فاحنا هنروح هنعدي على كل بيكسل، هنبدا ان احنا نحسب شويه كالكولس، هنحسب شويه تفاضل، عشان احنا طبعا احنا عارفين لما يبقى عندنا اوبتمايزيشن بروبلم، فاحنا كل اللي احنا بنعمله، احنا كنا بنعمل ايه؟ ده على فكره لقيناها كتير قبل كده، اللي احنا بنفضل نعمل ديريفيتيف، بنعمل مشتقه مره، وبعدين مشتقه تاني، وبعدين تالت، وهكذا لغايه لما نوصل للقيم اللي احنا عايزين نوصل لها، ايا كانت هي ايه. طيب ايه القيم اللي احنا عايزين نوصل لها؟ يعني دي بقى نقطه مهمه جدا. انت يا اياد دلوقتي بتقول لي ان احنا بنتعامل مع اوبتمايزيشن بروبلم، صح؟ قلت لك صح. قال لي طيب احنا بنحاول ان اوبتمايز ايه بالظبط؟ يعني ايه الحاجه اللي الديريفيتيف هيعملها لي اوبتمايز؟ يعني ايه الحاجه اللي انا عايز اوصل لها اصلا؟ فهو قال لك والله انا همشي بمبدئين. اول مبدا اسمه البرايتنس كونسيستنسي، تمام؟ وتاني حاجه اسمها السموثنس كونسترينت.
علشان الدنيا ده هي توضح شوية. تعالى نرجع للفيديو اللطيف بتاعنا. أول حاجة، هل العربية ده هي فجأة كده انت لقيتها هنا، ولا راحت بالتدريج والألوان بتاعتها راحت بالتدريج وكل حاجة مشيت بالتدريج؟ يعني هي مش فجأة كده انت لقيت ان الفريم بقى في النقطة التانية، او فجأة كده في النقطة التالتة، لا انت لقيت ان كله كده عامل كأنه ماشي بشكل سموث مع بعض، صح؟ يعني كأنه ماشي كده بشكل متجانس مع بعض، مش فجأة كده لقيت ان العربية اتنقلت هنا. حد جرب قبل كده يلعب فيديو جيم وفجأة كده لقى ان مثلا الكاركتر بتاعه فجأة كده بقى في مكان تاني، من غير ما يكون في ايه، من غير ما يكون في خطوات توديك للمكان التاني؟ ده اللي انا بكلمك فيه، اللي هي الفكره ان انا عندي موفينج اوبجكت، يعني عندي اوبجكت بيتحرك، ولكن هو بيتحرك بشكل سموث، كل الالوان بتتحرك معاه، مش فجاه كده مثلا الاقيه بيلاج او بلاقيه اللي هو بياخد خطوه مش ايه، مش معقول. يبقى ده هو اول حاجه احنا عايزين نحافظ عليها واحنا بنحسب الاوبتيكال فلو، اللي هي السموثنس كونسترينت، اللي انا دايما يكون عندي كل حاجه سموث مع بعض، يعني بتتحرك بشكل سموث مع بعض، مش فجاه كده الاقي ان العربية دهيت بقت في آخر الشارع، تمام؟ لا، أنا لازم اللي أنا اللي هي اللي هي بتتحرك ببطء وكل حاجة متجانسة مع بعض، ماشي؟ يبقى دي حاجة. حاجة تانية الـ brightness consistency، يعني ما ينفعش يكون علشان دهوت فيديو ففجأة كده ألاقي إن العربية دهيت لونها بقى أسود. لا، المفروض اللي احنا بنحافظ على البرايتنس بتاعتها، حتى لو احنا في فيديو احنا المفروض برضو اللي احنا بنحافظ على الايه البرايتنس الخاصة بالاوبجكت ده. وبالتالي يبقى تعالى نرجع تاني، احنا حاليا بنتكلم على اوبتمايزيشن بروبلم. بمعناها ايه اوبتمايزيشن بروبلم؟ احنا دلوقتي ما نعرفش نحل الايكويشن دهيت عشان هي فيها اتنين يعني فيها مجهولين، اتنين مجهولين يعني، وبالتالي الحل اللي انا هفترض نقطة وبعدين هفضل اعملها اوبتمايزيشن. هعمل اوبتمايزيشن بناء على ايه؟ بناء على مبدأين. ايه هما ايه هو المبدأ دهوت؟ اول مبدأ اللي هو البرايتنس كونسيستنسي، ان اللي يكون فيه كونسيستنت، ان البرايتنس بتاع الصورة او بتاع الفيديو يكون كونسيستنت، بتاع الاوبجكت دوت يكون كونسيستنت مع بعضه، مش فجأة كده الاقيه اللي هو بيغمق او بيبقى لونه فاتح اكتر او غيره. تاني حاجة اللي هو السموثنس كونسترينت، اللي هو كل حاجة تكون ماشية سموث مع بعض، مش فجأة كده الاقيها اتنقلت لمكان تاني. اوبتمايزيشن بروبلم فيها مجهولين مش هعرف احلها، هفضل اعمل اوبتمايزيشن واوبتمايزيشن واوبتمايزيشن، هحاول اوصل لايه؟ هحاول ان انا احقق المبدئين دهومت، ماشي؟ طيب احنا عايزين ان البرايتنس كونسيستنسي تبقى سمول ايرور، يعني الايرور بتاعها يكون قليل جدا، ما يكونش فجأة كده مثلا ده هي تتحول لون تاني او تتحول لاضاءة تانية خالص اصلا، والسموثنس كونسترينت يبقى فيري سمول، يبقى برضو قيمة صغيرة جدا. فدلوقتي احنا دلوقتي عايزين نحسب القيم دهيت وعايزين نقلل ايه القيمتين دول. يبقى احنا دلوقتي بقى عندنا اوبتمايزيشن بروبلم بحيث ان احنا نقلل ده ونقلل ده، تمام الكلام؟ حلو جدا. يبقى عشان احنا نحسب المينيمم والماكسيمم فاليوز، فاحنا طبعا واحنا في اوبتمايزيشن بروبلم احنا بنحسب الايه الديريفيتيف، تمام؟ طيب ركز معايا بقى في الايه المعادله الجايه، وعلى فكره المعادله دهيت مهمه وبيجي عليها اسئله كتير، تمام؟ وجي عليها اسئله بالفعل في امتحانات سابقه. مش احنا اتفقنا ان احنا عايزين نحافظ على حاجتين، صح؟ اول حاجه البرايتنس كونسيستنسي، يبقى فين البرايتنس كونسيستنسي؟ هي دي اهي، تمام؟ يبقى ده اول ترم احنا عايزين ايه نعمله مينوايز، اول حاجه عايزين نقللها. تاني حاجه عايزين برضو نقللها اللي هي الايه السموثنس كونسترينت، والسموثنس كونسترينت هي دي المعادله بتاعتها، اللي هي سكيل معين اللي هي لامدا، لا سكيل معين، قيمه معينه، ماشي؟ اللي هو الاوبتيكال فلو بالنسبه للاكس تربيع، زائد الاوبتيكال فلو بالنسبه للواي اللي هي يو واي تربيع، زائد الفي بقى يبقى مره اليو في الاكس تربيع، مره اليو في الواي تربيع، زي ما انت عملت لليو تعمل للفي، مره الفي للاكس تربيع، مره الفي للواي تربيع، يبقى يو اكس تربيع زائد يو واي تربيع زائد في اكس تربيع زائد في واي تربيع. علشان ايه؟ عشان انت عايز تحسب في كل الاتجاهات مش في اتجاه واحد بس. وطبعا الشكل دوت احنا شفناه قبل كده، ما حدش يقول لي اللي هو ما شافهوش، اف اكس واي زائد اف واي في زائد اف تي، ده احنا اصلا جايبينه من مين؟ من تيلور سيريز اهو يا جماعه، احنا لسه جايبينه من شويه اهو، تمام؟ فاحنا اخدنا القيمه دهيت وربعناها، يبقى دي اخدناها وربعناها، يبقى دي بقى اسمها البرايتنس كونسيستنسي، يبقى دي القيمه اللي احنا عايزين نقللها. ايه القيمه الثانيه؟ اللي هي السموثنس كونسترينت، اللي هي القيمه دي، ماشي؟ طيب
احنا دلوقتي طبعا معنى الاثنين انتجريشن دهوت او معنى علامتين التكامل دهوت معناها ان احنا عايزين نعدي على كل بيكسل عندنا في الفريم اللي عندي او في الصوره اللي عندي. فعشان كده التكامل يعني تكامل وتكامل معنى كده ان انا عايز اعدي على كل بيكسل واحسب لها الايه واحسب الاوبتيكال فلو بناء عليه. فعشان كده بقى عندي تكامل اثنين تكامل عشان اغطي كل الايه التو دايمنشنز يعني. تمام. زي ما احنا كنا عرفنا ان علشان انا اعمل اوبتمايزيشن فانا محتاج ان انا اعمل ايه للقيمه دهيت. ها حد اكيد هيقولها انا محتاج اجيب الديريفيتيف صح ولا لا؟ طيب فهو قال لك اللي انت هت ابلاي الفيرست ماسك تو فيرست ايمج اللي هو الماسك ده هو ده طبعا الماسك بتاع الديريفيتيف. تمام. وبعدين هت ابلاي السكند ماسك على السكند ايمج. يعني انت هت ابلاي الماسك ده هو الماسك ده هو بيعمل ايه؟ بيجيب الديريفيتيف يعني بيجيب المشتقه. ماشي. عايزك تاخد بالك من حاجة ان هو لما لو جه في الامتحان وقال لك اف وبعدين underscore اكس معنى كده ان هو قصده اف. تمام. اكس اللي هي الاكس اللي هي اللي بتبقى تحت الاف دهيت. ماشي. يعني هما الاتنين نفس الحاجة عشان بس لو هو جاب لك دهوت في الاختيارات. عموما لو ما فهمتهاش مني هتشوفها في الام سي كيو اللي احنا هنحله ان شاء الله بعدها فما تقلقش يعني. طيب دلوقتي احنا عندنا خلاص احنا زي ما احنا اتفقنا ان هي دي الايكويجن اللي احنا اللي هو اول جزء طبعا هو البرايتنس كونسترينت. تاني حاجه اللي هو الجزء بتاع السموثنس كونسترينت احنا محتاجين نعمل له ايه؟ محتاجين نعمل له مينمايز. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشتقه. طيب هنشتقه باستخدام ايه؟ باستخدام لابلاش. طيب لابلاش ده هو هنعمل ايه بالظبط؟ لاحظ كل اللي هو عمله ان هو مره هيعمل مره هيعمل هيشتق بالنسبه للاكس ومره هيشتق بالنسبه للواي. تمام. طيب يبقى هو هنا كده بيشتق بالنسبه للاكس. لاحظ ان هو لما بيشتق بالنسبه للاكس فهو اللي هيبقى فاضل عندي هو الايه الواي بس. يبقى هنا طبعا من غير بقى دخول هو حتى هنا في السلايدز وما دخلش في تفاصيل الايه هي جت منين او كده. تمام. ولكن هي دي الفكره كلها. طبعا العلامه دي زي ما احنا عارفين اللي هي علامه لابلاش. تمام. وهنا الواي مره وللفي مره. تمام. يبقى احنا بعد ما احنا اخدنا القيمه دهيت عملنا لها ديريفيتيف عملنا المشتقه بتاعتها باستخدام لابلاش طلع لنا الايه الناتج ده. تمام. ودي حاجه اسمها فاريشنال كالكولس. تمام. طبعا احنا اصلا ما خدناهاش فعشان كده انت في حاجات كتير في الاثبات دوت انت ممكن تحس ان هي غير منطقيه زي ما انا حاسس دلوقتي ان هي غير منطقيه. المهم الحمد لله اصلا احنا ما عندناش الايه الخطوات بتاعتها يعني. حتى لو كانت عندنا الحمد لله ان الامتحان ام سي كيو يا جماعه اللي هو الحمد لله ما كانش ام سي كيو كانت هتبقى مصيبه سودة. طيب خلينا نكمل. بيقول لك الهورن اند شانك اوبتيكال فلو هي دي الالجوريزم الفكره كلها اللي انت هتفضل تريبيت تريبيت يعني تفضل تعيد 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 لغايه لما انت توصل لنسبه ايرور تكون مرضيه بالنسبه لك. عشان احنا زي ما احنا اتفقنا احنا بنتعامل مع ايه؟ مع اوبتمايزيشن بروبلم. انت هنا انت مش بتحل حاجه، انت هنا انت بتفترض في الاول وبتفضل تعمل اتريشن. فانت في المره الاولى في الاتريشن الاولى انت ما جبتش اي حاجه تقريبا يعني انت ما جبتش حاجه صح يعني حاجات كده متفرقه. الاوبتيكال فلو ده طبعا الاوبتيكال فلو زي ما احنا كنا شفنا في صوره الراجل اللي فات ده فين ده كان في صوره كده والراجل كان قاعد بيتحرك اللي هو ده بنسميه الاوبتيكال فلو. تمام. اللي هو الاتجاهات ده هي دي الاوبتيكال فلو. فهو بيقول لك اللي هو في اول اتريشن شوف النتيجه كانت ايه كانت تعبانه خالص. بعد ال 10 اتريشنز بقت الحاجه بقى ايه بقى شكلها اوضح وكده. فهو البروجرام اللي عندك اللي انت بتنشلايز الكي وبتبدا بقى تخليها تبدا تعدي مره 2 3 4 5 6 لغايه لما انت تعمل اوبتمايز للقيمه دهيت. تمام. تعمل اوبتمايز للقيمه دي وتوصل لنسبه ايرور ترضيك. ماشي. طيب حلو جدا. وقال لك ان البي بتتحسب بالشيء الفلاني والدي بتتحسب بالشيء الفلاني. حد هيقول لي جت منين دهيت؟ اقول لك والله ما اعرف. حقيقي يعني حقيقي ما اعرفش. حتى هو هنا الاثبات بتاعهم ما كانش مكتوب. وعلى فكره انا لما رحت برضو على المصدر بقى المصدر كان واحد تقريبا في جامعه فلوريدا اسمه مبارك شاه برضو لقيت ان هو ايه عدى على الحته ديت بسرعه بحيث ان يعني ايه كانه قال لهم ان الاثبات اصلا حاجه تخص الرياضه قوي يعني مش تبع قوي الموضوع. المهم نعرف القيم دهيت برضو علشان ايه لو جت في الام سي كيو او غيرها. تاني طريقة علشان أجيب الأوبتيكال فلو طريقة اسمها لوكاس أند كنيد. ولوكاس أند كنيد الفكرة اللي هم عملوه اللي هم اللي فات كان بيستخدم يا جماعة بيكسل واحدة بس. هو قال لك لأ أنا عايز أستخدم مجموعة بيكسلز يبقى أنا عايز أستخدم ويندو. تمام. يبقى الويندو ده هي 3 في 3 يبقى أنا هحسب الأوبتيكال فلو في نيبرهود أوف 3 في 3. تمام. يبقى أنا هيبقى عندي كام إيكويجن؟
هيبقى عندي 9 equation صح، من اول في x1 لغايه في x9 مش كده؟ يبقى انا دلوقتي بدات اتعامل مع system of equations، يبقى انا بقى عندي من اول في x1 لغايه في x9 هسمي كل الكلام ده هشيله واحط مكانه مصفوفه a تمام. واليو ده هي دي القيمه اللي انا عايز اجيبها اللي هي الاوبتيكال فلو بتساوي اف الايه الاف تي. اجيب بقى الاي ازاي؟ برضو اثبات رياضي عن طريق اللي انت بتضرب هنا، انت عايز تسيب طبعا اليو لوحدها، فانت هتضرب هنا ترانسبوز وهنا ترانسبوز، وبعدين اللي انت عايز تودي دي الناحيه الثانيه، وبالتالي هتوديها بالايه بالانفرس. طبعا ده ما بيبقاش انفرس حقيقي، هي بيبقى اسمها سودو انفرس. وبعدين بتجيب حاجه اسمها لي سكوير فيت طبعا برضو علشان تحاول تقلل القيمه دهيت على على ايه يعني تحاول تقلل تعمل مينيمايز القيمه دهيت، وبالتالي تقدر اللي انت تجيب الاوبتيكال فلو. يبقى نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله ولكن طريقه مختلفه شويه، هو ده الاثبات اللطيف بتاعه تمام. طبعا زي ما انا كنت قلت قبل كده اللي انا مش ايه الاثباتات دهيت مش بتعمق فيها قوي، بس على فكره لو حد لقاها يعني هيلاقي ان الموضوع اصلا مش يعني ايه مش معقد قوي يعني تمام. يعني انت في الاخر زي ما احنا اتفقنا عشان انت تعمل مينيمايز فانت بتسويه بالصفر تمام. يبقى ممكن توزع السميشن، لو وزعت السميشن على كل حاجه ووديت مثلا اللي هي اخر تيرم وديته الناحيه الثانيه بالسالب، وبعدين الجزء ده هو انت خليته كماتريكس اللي بقى اتعاملت معاه انه ماتريكس، وانت عايز اليو في لوحدها فهتودي ماتريكس ده هي بالانفرس الناحيه الثانيه، وبعدين تجيب الانفرس بتاع الماتريكس ده هي طبعا عن طريق ارجع بقى شوف الانفرس بيتجاب ازاي، عن طريق انت تجيب الديترمنت وتضربه. المهم يعني في الاخر هتجيب بتاعت اليو، هتجيب القيمه بتاعت الايه الفي. يبقى هو ده الاثبات بتاعها. يعني لو حد مهتم يجيب ورقه وقلم هيحس ان الموضوع مش ايه مش صعب. يعني قال لك مشكله لوكاس اند كنيد اللي هو ما كانش بيتعامل مع، او يعني هو كل اللي هو كان يقدر عليه هي الاماكن اللي الموشن بتاعتها صغيره قوي، يعني الحركه بتاعتها محدوده جدا او بيتحرك ببطء، يعني ما فيش تغير كبير قوي. يعني شوف ده مثلا ده ماشي بالراحه، ده ممكن ماشي يعني ده مش هيبقى عنده مشكله معاه، ولكن لو حاجه ماشيه بسرعه هو مش هيقدر اللي هو يجيب الموشن ايه بتاعتها. ليه؟ عشان هو هيحتاج كده ماسك اكبر، ماسك اكبر من 3 في 3 بس. وبالتالي سواء هورن تشانك اند لوكاس كنيد الاثنين علشان يطلعوا الايه علشان يطلعوا الاوبتيكال فلو فهو لازم يكون سمول موشن بس. طب بعدين يا اياد احنا عايزين حاجه تنفع ليه الموشن بشكل سريع، مثلا زي الراجل اللي بيحرك ايده بشكل سريع ده هوت تمام. هنعمل ايه؟ هنستخدم حاجه اسمها الايمج بيراميدز، وعلى فكره الايمج بيراميدز احنا سمعنا عنها شويه في المرات اللي فاتت، وبالتالي ان شاء الله شرحها هيكون مش صعب قوي في الفيديوهات الجايه.